مرحبا الهيل، مرحبا حساب المطر، مرحبا بالشيخ علي بن ناله، شيخ كبير ال عبيد وربعه الكرام، مرحبا الهيل، الله يحييكم. مرحبا الهيل، مرحبا مرحبا الهيل، مرحبا صاحب المطر، مرحبا بالشيخ سعد بن نفيد المجاهد، مرحبا بكبير تلك العام الله يحييه، مرحبا صاحب المطر، مرحبا الملوك. السلام عليكم. وصلنا هنا والله يشرفنا بين ربعنا جميعا والله ابدا اعذرنا على القصور والله هذا شيء حرام تكفى يا مرحبا يا مرحبا
الله حيهم.
مرحبا هيل، مرحبا جيراننا في ضرمه، مرحبا هيل. الشيخ محمد بن مسعد شيخ آل عيسى في استقبالكم، مرحبا حساب السيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم جميع؟ عساكم طيبين. انا علومنا سلامتكم، دعيتنا يا ابو عادل ودعوتك علينا غالية القدة والعلالها، لو انها بعيد ولو عندنا ظروف، عندنا ظروف خليناها لا يدريك. ومعي اخوياي اللي عنهم، هذا سعود العميد سعود بن ناصر ابن دمعان، نعم حالك. وهذا فيصل بن مطر امطيري، وهذا عبد الله بن هوشان القحطاني، نعم حالكم. الرجل باليوم طريت لهم قالوا ابو عادل علومه طيبه ويستاهل من علاله، وعلومك طيبه عندنا اول وثاني وقصرته طيبه وعلم طيب وكلك طيب من راسك الى ما طاب، ولا نلحق جزاك مهما سوينا ومهما جينا ومهما اللي بيسوي ما نلحق جزاك فيه. ومعنى عالي تلك معونه ان كانها شوي نسمنها المعرفه العباد، فكانها واجب استاهلها والله لو عطى لك حلالنا كله ما نلحق معروف ولا جزاء. سلامتكم. سلام. وانتوا تستاهلون العلم الطيب، ترى ناصر بن ذيب يسلم عليكم ويعتذر ومرسل علي ترى. يا مرحبا مرحبا عندما مشيتم. عطاكم وافي وانتم وافيين والله يحييكم يا مرحبا. وترى غداكم بكره ترى جاهز. بدون عذر، وحنا طالبين اللهم طالبينكم تقولون تم وتوافقون على غداكم الله يحييكم. الله يطول عماركم، ربعنا اللي جيناهم منولين ابو عادل وربعه وانتو جماعته، وقاموا بالواجب واكثر. احنا عنده ظروف، اللي عنده عسكري اللي عنده استلام، واللي عنده واللي عنده بالتعشى وبنمشي. نعتذر من الله ذمكم. وانتم وافين في اموركم كلها. الله مرحبا بالشيخ سعد بن نفيل بن مجاهد، مرحبا بكبير تركي العام الله يحييك، مرحبا صاحب الملك، مرحبا الملوك. سلام عليكم. سلام مرحبا برفاقتنا واخواننا الفهيد الله يحييك، مرحبا ترحيب مبارك. الله يحييك، مرحبا ترحيب مبارك. الله يحييك، مرحبا هيك، الله يحييك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا حيوا. الله بالخير. مرحبا. كيف حالك؟ مرحبا. طيبين. مرحبا. بخير. مرحبا ولوك. الله يحييك. مرحبا ابو سلمان واللي معك. رمزية رمزية. مرحبا ولوك. الله يحييك. مرحبا. مرحبا جارنا عبد الله بن سالم اللي معه. مرحبا ترحب بكم. السلام عليكم. سلام. مرحبا. مرحبا. هيه. مرحبا. ترحب بالمطر. مرحبا. مرحبا حساب ما مشيتي. مرحبا اخواننا في عوانينا في اساس روسنا. مرحبا حساب السيل جيتكم هي المكسب وهي راس المال. الله يحييكم. احنا وياكم. مرحبا هيل. تفضل تفضل حياكم الله. السلام عليكم.
مرحبا هيل، ارحبوا مرحبا ترحب لكم. الله حيهم. مرحبا هيل، مرحبا الله يحييك. مرحبا محمد بن شباب القحطاني قائد مملكة الطائف يبلغك سلامة ويبلغك التهاني ويعتذر لظرف صحي، وهذا مبلغ 10,000 ريال من المذكور. تفضل. سلمون الله يجيبكم، جملنا حالكم. الله يحييكم، ترحيب السير يا مرحبا يا مسهلا. الحقيقة أبو سعيد عزيز وغالي اللي هو محمد بن شباب القحطاني زميل عزيز وغالي وقائد لنا سابقا وحاليا، وفزعاته دائما لا تعد ولا تحصى، أصر إلا أنه يرسل مساعدة وهو في ظرف صحي، أرسل 10,000 ريال. الله يبيض وجهه ويجمل حاله ويكفر خيره، الله يشفيه، وإن شاء الله أنه نزوره وهو بصحة وعافية وسلامة إن شاء الله. والله يحييكم جميعا، مرحبا هيل. مرحبا يا رجال، مرحبا، مرحبا ولو، مرحبا حساب المطار، مرحبا الله يحييك، مرحبا ولو، مرحبا 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 يلا حيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا ومن العائدين سلامتكم جميع وخدمة للزملاء المطالين. بلغنا دعوة من أخونا اللواء المتقاعد مرعي بن عايض القرني لحضور زواجه هذه الليلة، نسأل الله أن الله يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهم بخير. الهينا زملائكم من المنطقة الجنوبية، الحاضر تشوفه والغايب يعتذر ضربه، وكل نسمع عند عطاه، وان تستاهل والله العنوه والمجيب وعادل، وسلامتكم جميعا. ارحبوا مرحبا حساب ما مشيتي، ارحبوا حساب القطر، ارحبوا حساب خطاكم في استقبالكم جماعتي وعلى راسهم الشيخ محمد بن علي بن مسعد، والله يحييكم مرحبا هيل. الزملاء اللي جو من الجنوبية وزميلي وزميل الدراسة الابتدائي والمتوسط والثانوي والكلية وزميل الخدمة اللي هو عارف بن مشان جاي من حفل باطن، مرحبا بكم حساب السير. أنتوا تعنيتوا، خطوتكم طويلة وكلفتوا على أنفسكم، والله يحييكم ترحب السير مع شيخنا محمد بن علي. مرحبا والله حييكم، مرحبا عدم الله مشيت، الله يحييكم، عطاكم وافي وعلمكم وافي، والله يكثر خيركم، والله يحييكم، وانتم لكم واجب، وقد سبقكم ناس وقد عزمنا اهل، وانتم لكم واجب كبير، لا والله غدا ولا عشاء، لكن نبغاكم غدا بكره، وهذا شيء ما في عذر. مرحبا عندما مشيتم، والله يكتب بينكم ويثمن اخطائكم، يا هلا يا مسلم.
مرحبا هيك. انتم اهل الكرم والجود ولا يستغرب منكم. ونعم من يا دول بالقرن علمكم واصلنا يا قحطان ومتعدنا. اخوكم علي بن هادي الهاجري. نعم حالكم من يسمع. وعلى كل حال عزمتوا واكرمتوا والكرامه مشاهده الوجه الطيبه والله ما ذوق الا عشاء ذا الليل ان الله كتب. يسمحوا لي يا اخي انا افتح. جيتكم في رأس المال وجيتكم في المحصن وأنا ودي أني أوفركم في العطاء وأنا طالب أن الله في الظلم. تكفون تكفون تكفون. انا ودي انا والله ودي اوفركم في العطاء. تكفون جيتكم هي راس المال. تكفون انا اطلب الله اطلب منكم والله جيتكم هي راس المال. والله جيتكم هي راس المال. انا اطلبكم طلبه ما ودي احلف واطلب وندخل في مدارك. بعد الله يجزاك هذا شيء يعني متعارف عليه بين الدارة هو أنت من اللي يعطيه وما مغروض أنك تحاول. الله يحييك. مرحبا سيد. مرحبا سيد. مرحبا سيد. مرحبا سيد. مرحبا سيد. صالح 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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر من شيباننا ومن هم أكبر منا سنا في تقدمي عليهم ولكن أخدمهم بالقول ويأخذوني بالأفعال وخنجر تختم الأسيوف. الشيء الآخر نبارك لكم حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وكل عام وأنتم بيتم الصحة والعافية. كما نبارك للعريسين ونقول لهما كما قال عليه الصلاة والسلام أتم التسليم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا الزواج وأن يجعل بيت الطيب والنصيب. دعيتنا يا أخ مهري وجينا أنسابك وعوانيك آل سيني على وجه الخصوص وقبيلة آل الأعلى الحاضر أمامك. ولولا ظروف الجماعة وارتباطاتهم بزواجات أخرى لكان جينا بصف أكبر من هذا الصف ولكن الأجواء عزام. جينا مشاركين وباركين ومعنا رفدة وعطاء ونعطي الله سبحانه وتعالى معنا 6000
700 ريال. إن هي كثيرة تستاهلها، وإن هي قليلة تسمنها العنوة والرفقة والنسب الموجود بيننا. طبعاً 5000 من عند السني أنسابك وعوانيك عامة، والبقية طال عمرك من عند الحاضرين وحسب الكسب الموجود في البلد. مرحبا ومرحبا هيل بالعواني، مرحبا حسام ما مشيته يا عز منجا، مرحبا هيل حساب السيل شيخنا محمد بن علي يرحب بكم ويثني الترحيب. مرحبا عبد ما مشيته يا رفاقتنا يا عوانينا يا حقنا من العرب، انتم وافين وعطاكم وافي، والله يحييكم مقط، والله يحييكم. مرحبا ابو عبد الله، الله يحييك. مرحبا ولو بارك الجميع. ولو ابن عبد الله مرحبا ولو، الله يحييك. مرحبا ولو، مرحبا ترحيب. مرحبا مرحبا سما مشيت. مرحبا ولو، مرحبا ولو، مرحبا ولو. مرحبا يا رجال، مرحبا يا جيرانك الحاضرين فيهم خدمة والغايبين، جاتنا منك دعوة كريمة وجب علينا الحضور. وكلام اللي بقوله والله ما هو مجاملة إلا حقيقة أسأل عنه يوم القيامة. أبو عادل أنت وافي مع جيرانك ومع زملائك في العمل، وأنت ما شفنا من كل الطيب، ولا زكيك على الله وافي في كل الأمور والكمال لله سبحانه وتعالى. وأنت والله إنك ناموس لنا قبل جماعتك وقبل قبيلتك وقبل أسرتك، والقبيلة اللي أنت منها تفتخر فيك. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، وندعو لك بدعوة الرسول، وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. الجيران قدموني ولاني بطلق منهم،
اللي حضر من الرياض واللي حضر من قريات واللي حضر من تبوك والبقية عذرهم وصلك، والله ما تأخروا إلا من عمل وارتباط، والعذر عند كرام القوم شرى من عندي مقبول. معنا لك نبعة 12,000 من جيرانك، وهي رمز عطا ما هو قدرك، والله إن قدرك كبير جدا لكن رمز عطا. نسأل الله سبحانه وتعالى يتم فرحتك ويكفانا وياك شر ما في شر، وسلامتكم جميع. مرحبا حساب المطر، مرحبا حساب اخطاكم، مرحبا بمن تعنى وصل الى هنا. العميد علي بن محمد القحطاني، محمد بن علي القحطاني جاي من خميس الفيه. العميد حمود العنزي جاي من طريف، والدكتور علي العمري جاي من الرياض، والدكتور صالح جاي من الرياض. خطبتكم عزيزة في استقبالكم قبيلة العيسى على رأسهم الشيخنا محمد بن علي بن مسعد، مرحبا بكم جميعا. والترحيب ونكرر باسم النائب الشيخ أرحب الله أحييكم، يا مرحبا ويا هلا ويا مسهلا. أنتم وافين عطاكم وافي، ويتم من أرض بعيد، وهو من وايبكم ومن شمتكم، وانتم أهل العطاء وانتم أهل الوفاء. ويا مرحبا عندما مشيتوا وترى غداكم جاهز، والله يحييكم بدون عذر، والله يحييكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم. أبو عادل يعناده، أما الغداء في حمد وجه الله، كل عنده ارتباط وزواجات وأعمال، حمد وجه الله. الله يحييك، الله يحييك، مرحبا ترحب الله، مرحبا ولوك، الله يحييك، مرحبا ولوك، مرحبا ولوك، الله يحييك. مساكم الله بالخير جميع، كيف حالكم؟ مساكم بخير، الله يحييكم، مرحبا ترحيب الله. سلموا ما تسلموا ما في عجيب. سلمكم الله، استريحوا نبداكم، استريحوا. مرحبا ترحيب الله، الله يحييكم. مرحبا يا مساعد، الله يحييكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله على ما مضى وعلى ما هو آت، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا فله الشكر بأن أنعم علينا وجعلنا من قوافل الصائمين في شهر رمضان المبارك، وجعلنا نحيا حتى نبتهج بإتمام الصيام والقيام، وأغدق علينا الرزق فتصدقنا وزكينا طاعة لربنا وتطهيرا لأموالنا، ووفقنا للخير ووصلنا الأرحام وحسنا أخلاقنا مع الأنام، فنسأل الله جل في علاه أن يتقبله منا القبول الحسن، ونحمده أن أنعم علينا بعيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير، وسائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا وعلى أخواننا المسلمين وهم يرفلون في أثواب الرخاء والتقدم، وينعمون بالعزة والسؤدد والمنعة والتمكين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول الهدى الذي أرشد البشرية إلى طريق الإنسانية، فكان رحمة للعالمين، وأبلغنا أن من صام رمضان فأحسن صيامه، ثم أتبع رمضان بصيام 6 أيام من شوال، كان صيامه هذا يعادل صيام الدهر كله. ضيوفنا الأكارم، انقضى العيد بفرحه وبهجته وسروره، ويعقبه هذا اليوم عيد قيام
كل التحية والترحيب بكم جميعا باسمنا أسرة آل هادي في حفل زفاف سعادة الدولة العم مرعي بن عايض آل هادي، ونبارك له هذا الزفاف ونقول له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. فندعو الله أن يبارك فيه ويتممه على خير ويملأ أيامهم بالخير والسعادة والمودة ويرزقهم الذرية الصالحة. وقد صور الله ذلك بألطف عبارة وأدق تصوير فقال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالزواج تتقارب الأسر وتسود المودة والقربى ويحصل النسل وتكثر الذرية ويكون الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونود التعبير عن فرحتنا لقدومكم، فكل شيء بالمكان يرحب بكم ونشعر بالفرحة البالغة بحضوركم. فأهلا ومرحبا بكم عدد ما أزهرت الأراضي بالورود وعدد ما كتبت الأقلام من حروف. واعلموا أن لكل منكم مكانة في القلب، واعلموا أن اليوم قد امتلأ المكان بالنور والورود وفاح الجو عودا ومسكا. أما قلوبنا فقد غمرت ببهجة قدومكم، يا من أسعدنا حضوركم فأنتم كالغيث أينما حل نفع. إذا أقبل استبشر الناس وإذا رحل بقي أثره في الأرض. عظيم الشكر والتقدير لكم وكل الاحترام والحب لكم، وسلام لقلوبكم الطيبة العطرة. ضيوفنا الأعزاء، كل الشكر والتقدير والعرفان على تفضلكم بالمشاركة والحضور في هذه المناسبة البهيجة، سواء ممن هم داخل المنطقة ومن تكبدوا على السفر قادمين من شتى أرجاء مناطق مملكتنا الحبيبة لتشريفنا ومشاركتنا هذه المناسبة السعيدة. ولا أعلم ماذا أقول، فلو أن القواميس كلماتها لا تنفذ والأشعار أبياتها لا تنضب، فنحن في هذا اليوم الجميل جدا سعداء وتغمرنا البهجة والسرور. فمرحبا وألف ألف أهلا بكم، فمكانتكم في القلوب لا تساويها الكلمات، وحضوركم هو أكبر العلامات على حبكم وتقديركم. وما زادنا والله إلا شرفا وعزا واعتزازا بكم. فمرحبا بكم بعدد حبات المطر وبعدد قطرات مياه البحار. ضيوفنا الأكارم، فارس هذه الليلة سعادة اللواء العم بن عايض، نتقدم بكلمة تركيبية تليق وتزهو بكم أيها الجمع الكريم، فحياكم الله تحية الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. لا أعلم ولا أدري ماذا أقول. كل من وصل في هذا المكان، وكل من تكبد عناء السفر، وكل من ترك أشغاله، وكل من أعطانا من وقته وتفضل علينا وتكرم علينا وأتى من جميع أنحاء مملكة الحبيبة، أنتم أهل الفضل علينا، وأنتم شرفتم مكاننا، وأنتم من حملتونا حمل العطاء والمودة والمحبة والأخوة. مرحبا هيل إعداد السيل، مرحبا بزملائنا الغاليين العزيزين اللي جو من أنحاء المملكة، زملاء وصلوا من خميس مشيط، وزملاء وصلوا من المنطقة الغربية، و
جيران عزيزين وغاليين، أبو ذيب وأولاده والوفد المرافق له من صبيان قحطان والطير، حياهم الله ترحيب خاص وصلوا من حرماء ضواحي الرياض. جيراني من 35 سنة وعلى رأسهم سعادة العميد محمد بن علي بن عطيل القحطاني، جيرتنا فوق 20 سنة ولا زالت ولله الحمد مستمرة والتواصل بيننا موجود. أبو علي جاء من خميس مشيط العميد محمد، والعميد حمود يحييه جميعا فهو جاء من طريف، أرجو منكم جميعا تحية. اللي كلنا يا المنطقة الجنوبية نعتبر مضيفين له لأنه وصل من حدود العراق من طريف، وهذا الوفاء رمز من رموز قبيلة عنزة. مرحبا هيل حساب السير، تلحين خاص في صديقي وعزيزي وزميلي العميد الحمود. اعذروني وسامحوني أنا خصيته بالتلحين، هو يستاهل. الدكاترة وصلوا من الرياض، دكتور العمري محمد العمري والدكتور صالح القحطاني و صالح القامدي عفوا، الزملاء كثيرين. سعادة اللواء سالم جاي من الرياض، سعادة اللواء عايد جاي من حفل باقر، ونسيمنا وعزيزنا والعميد ظافر جاي من الطائف واولاده، ومن ايش عقب وايش اخلق. والله العظيم اني مقصر في الترحيب، واني مقصر في العدل، واني مقصر في كل شيء. العذر والسموحه ان نسينا احد، جماعتي وتاج راسي وقبيلتي كل منهم تعنى وجو، اللي جاء من خمس مشير، اللي جاء من الطائف، اللي جاء من الرياض، وصلوا إلى هذا المكان تلبية وتكريم وشرف لهذا المكان. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ولا أعتقد إن كان لي نسيت أحد، ولا أعتذر إن كان لي قصرت في التحديث، لا أنا ولا أسرتي ولا شيخنا ولا أسرة آل هادي. نعتذر جميعا حصل منا قصور سواء في التحديث ولا في القهوة ولا في أي شيء، أنا والله تعرفون تزوج الناس يعني يغض ويضيع أحيانا، فعاد العلم والسموحة. بهذه المناسبة يعلو الفرح والسرور والبهجة، ولكن لكل مقام مقال. فقدنا من جماعتنا العزيزين الغالين اللي لهم مكان عندنا واللي يربطنا بهم سلة، واللي يربطنا به المحبة وجيرة ونسب. نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته، منهم أخونا عائل بن سعد بن شايع، ومنهم آل جابر قبل شهرين، ومنهم أخت لنا في جدة رحمة الله عليها أخونا الأستاذ جابر. كل هذولا عزيزين علينا، ولا إحنا نبغى نفرح وأنتم تبغون تفرحون، والمقام موجود، كلنا أصحاب حفل وأصحاب مكان وأصحاب شان. أنا نعتذر حقيقة عن المشاركات، ولا والله عدينا برنامج وعدينا شيلات، جانا شيلة من شاعرنا وحبيبنا وصديقنا سعيد بن عزيز، سعيد بن علي بن سالم بن عزيز، وفيه ناس كثيرين قدموا قصائد، ويبغى كل واحد منهم يعبر عن رأيه ويعبر عن فرحته ويعبر عن مشاركته. مرحبا هيل حساب السير، نعتذر من المشاركات الشعرية، ونرحب ونكرم بالترحيب كل من وصل في هذا المكان. قبائل الصوت مشايخ الصوت كلهم موجودين هنا، مرحبا هيل، والعذر والسموحة تراني أضيع وأفقد وأضيع، بعد العذر والسموحة الله يحييكم ترحيب السير، وأكرم الترحيب، يا مرحبا يا مسهلا وسلامتكم جميعا. ضيوفنا الأعزاء، ضيوفنا الأعزاء، شيخ قبيلة آل عيسى، شيخ المكارم والكرم، الشيخ محمد بن علي بن مسعد، صاحب الكلمة والمكان والوجه والجاه، نرحب بضيوفنا الكرام بصادق الترحيب بكلمات مفعمة
بالبهجة والسرور بحضوركم الكريم، وأترككم مع هذه الكلمة الترحيبية، وحيا الله شيخنا وحياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نيابة عن والدي حفظه الله، ونيابة عن مشايخ الصوب جميعا وعن قبائلهم. نرحب بكم أجمل ترحيب، مرحبا هيك، مرحبا بحساب المطر، مرحبا بحساب اخطار من جانب بعيد ومن جانب قريب، مرحبا بجميع من حضر من داخل المنطقه ومن خارجها. حقيقه مهما رحبنا ومهما قلنا والله ان حبكم اكثر من ذلك. البارد سبقنا ببعض الكلمات عزيمه لاغلب الربع، وحنا نكمل عزيمه والدنا وشيخنا وشيوخ قبائل الصوب وبئيس قبائل الصوب عامة. فحنا نطلب الله ثم نطلبكم اللي عنده فرصة نغذيكم بكرة في هذا المكان، والله العظيم انكم اصحاب الفضل، وان لكم حق على كل شخص منا كبير وصغير باسم قبائل الصوب عامة، مشايخ واعيان وافراد، مرحبا 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 حساب اخطاكم. الحقيقة شرفتونا بالحضور، وعند اخ غالي سعادة اللواء مرعي بن عايد، فالشرف الحقيقة والبهجة لنا جميعا لقبائل الصوب عامة ولمرعي خاص. مرحبا حساب اخطار، ما يسبقكم الا الغنى والمودة والاحترام والتقدير. احنا لازلنا لنا امل ورجاء في الله سبحانه وتعالى تنفيكم لتنبية دعوة القبائل العامة والمشايخ خاصة، وحنا هذا طلبنا عندكم. الشيء الثاني أطوال عمر السلام، إحنا معنا عطاء باسم قبيلة آل عيسى لأنه ملعي إنه كثير يستاهل ونقل شيء، فربيقنا بيعذرنا معنا 82,700 ريال من قبيلة آل عيسى معونة لأبو عادل، أبو عادل يستاهل أكثر من ذلك. هذا علمنا وسلامتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجمع بينهم في خير، ويجعل زواج مبارك، ويرزقكم الذرية الصالحة، ويوفقنا للقاكم أيها الضيوف الكرام، وتوافقون على طلبنا، وهذا علمنا وسلامة رؤوسكم جميعا. حفظ الله وجيهكم. حفظ الله وجيهكم. يا تاج راسي، يا جماعتي، يا درع الجنة، حفظ الله وجيهكم. جيتكم مشرفة، وقفتكم مشرفة، وعطاكم وافي، وحملتونا حملة ثقيلة، والله يعيننا على رد الجميل، ويعيننا على رد المعروف، والضيفان يستاهلون الكرامة مثنية ومثلوثة، وأعتذر بالأنسابي ما ذكرته، مرحبا هيل بالأنساب، مرحبا هيل بالأنساب، أنتم من ربعنا وجماعتنا، والعذر والسمعة. الاحتفاء بكم جلي بأعيننا وملء قلوبنا، ولا يتوقف على جانب معين من بقرات الحفل لهذه المناسبة السعيدة. وامتدادا لما ذكره صاحب الحفل العمري، فإننا نكرر اعتذارنا عن المشاركات الشعرية من أبناء قبيلتنا أو قبائلنا، فهناك منهم حضور معنا من أبناء قبيلتنا وقد فقدوا أعزاء لهم ولنا في شهر رمضان وما قبله من الأشهر المنصرمة من هذه السنة، ونسأل الله جل في علاه أن يدخلهم جميعا جنات الخلد من أوسع أبوابها، وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. إلا أن هناك شاعر من قبائل قحطان، الشاعر العميد علي بن هادي الهاجر، لم نستطيع الاعتذار عن مشاركته، ويتفضل مشكورا، وحياه الله وحيا علمه والحاضرين اجمعين. وقبل مشاركه الشاعر احب ان انوه الى شعراء قبائلنا الاعزاء، بما ان مشاعرنا تمثل بعضها في الافراح والاتراح، فقد تم إلغاء فقرة الشيلات والقصائد الشعرية لهذه الليلة،
وتقديرا منه لكل من أبدى رغبته واستعداده في المشاركة، فإنه سيتم استقبال مشاركاتهم الشعرية عبر وسائل التواصل وإرفاقها لاحقا عبر رابط في المنصات الإعلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإعدادها بالشكل اللائق. ونكرر اعتذارنا منكم جميعا، وتقبلوا اعتذارنا ومرحبا بكم وحياكم الله، فإنما اكتمال فرحتنا برؤيتكم. ونترككم مع الشاعر العميد علي بن هادي الهادي، حياه الله حين علمه وحين الله الحاضر. حقيقة كنت مجهز ثامن على ما نبدأ به القصيدة على شم الحطام، لكن ما دام الجو فيها احنا بنبدأ في القصيدة مباشرة. أقول يا الله يا عالم بالنفس وش تهتوي، وأعمالها في الصحائف عندهم سجلة، أطلبك ترشدني الدرب السليم السوي، ويكون يا خالقي لرضاك ما نعمله. يا سامعين الهجوس تسوق شهد أحلوي، وندري إنها تعد القاف وتسلسلة، مدت يمين الغني ما تشبه الفقروي، هذاك يبذل وذا ما لقي ما يبذله، والطالب المجتهد ما وصل للدهلوي، يبعد ما بينهما في العلم والمنزلة. سلام سلام تسليم فيها الوفاء مرسوي، للي حضر حفل بن عايض هنا يشمله لضيوف مرعي باحتفال مهيب احموي، ويقول الهاجري وبيوتهم كم وسلام تسليم تنترقى بروس النوي، وتعانق الرعد والبراق تستقبله، تسليمة في سماء القرن تدوي دوي، والأرض من هولها صارت بها زلزلة، لأهل المقام الرفيع الشامخ المعنوي عند الهادي هل الناموس فعلا هلا لأهل المقام الرفيع الشامخ المعنوي عند الهادي هل الناموس فعلا هلا أهل الجنة أهل الوفا والجناب السمح ما يلتوي، واهل ازرق العود واهل الشحم ومهيله. سلام يا انصار عيسى فعلهم مهقوي يوم اللقامات هاب الخصم وتجندله، وسلام يا انصاع عموم الصهب يا منتوي روس الجبال الرواسي عز ومجمله. سلام يا انصاد حيم بنوره المسروي ورث قبائل لهم تاريخ في مجمله. سلام ينصى دول بالقرن صيته دوي بالقرن درع الوطن بيامها المقبلة، وسلام ينصى دول بالقرن صيته قوي بالقرن درع الوطن بالقرن درع الوطن بيامها المقبلة. أهل المدايح وتشعل للكرامة ضوي، وأهل المواقيف والعراف ما تجهلها الغمر منهم عمل حراب قلب اجروي، والعود منهم يدوس القوم ما تعدله. بعد السلام استوي لي يا هجوس استوي، بعد السلام استوي لي يا هجوس استوي، يا طيب معناك يا طيبه، وانا بفتله في حفل مرعي حضرنا ما نبي المكفوي، عهد الزماله وفاضه خير من مثله، مبروك عرسك وفالك بالسعد مقنوي، ومبروك لك يلوى مرعي سمى المنزله، يا صقر يلي على روس الجبال تهوي شرواك فعل الجمايل طبع ما يثقله، انا اشهد انك ونعم الاخ نعم الخوي، يا صاحب الحلم والاخلاق والمرجله، مثلك يا رجال ما هم فلفلات خلوي، الباب مفتوح واهل الغانمه تدهله، والختم في ليله فيها الفرح مدعوي، يفتح الزوارها بيبانها المقفله، صلوا على خاتم الرسل الكرام وذوي واصحابه اعداد مزن رايحه سبله. والسلام عليكم. ما
يا لا 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 يا سلام الله على اهل الشان وانثني سلامنا باسمي وباسم الاعلى عزوتي وقت الرخاء والشده والتحيه من صميم القلب نعلنها علانيه انا في قدر لعيسى هاجسي يرسم لي اجمل صوره صورة تحمل مشاعر شاعر تلهج بها اللسان ولا نسوق ركابنا الا في عجب من نبنا والعاني والرفيق اللي يجملنا نحطه فوق روسنا اجتمعنا في رضا مرعي وهذا مرعي يا بن عايض الصحيح انه لوالك انه يساوي له الوياه مطلق من روس ربعه والهادي محزمه والباسه واشهد ان اللي مثل بعادل يشرف قبايله الشعر لو ما يخصص فيه باب له وللي مثله القصايد والحكم بطلت منها واعتزلتها وكل ابونا شيء واحد وانت ابن عمي وانا ابن عمك والنسب بيني وبينك والعنوه في محلها والنسب بيني وبينك والعنوه في محلها بداية بسم الله الرحمن الله رب العفو والإحسان الواحد الفرد الصمد لغيره مجري الرياح مدبر الأكوان هو ذو الجلال المنفرد في ذاته وذو الألوهية عظيم الشان فالشكر لك يا ذو الفضل والمنة يا رب يا ذو العطف والغفران يسر لي إلقاء الخطاب الآتي واحلل وأطلق للكلام لساني الليل أشعل للفرح أنواره غنت له الورقة على الأغصان تعزف لها أنغام الشعر مقطوع وترقص قصايدها على الألحان يحضر لها الشعر وجناب الشاعر وتبدأ مواكبها مع الركباني للشعر يا سادة قبائل يعرب جمهور وفرسان وميداني وما سمي بديوان العرب من مبطي إلا لقدر وهيبة الديواني يشدني بحر الخيال وجوه والبر وفجوج الخلات تهواني في هاجسي فز الخيال أفكاري قدام لي عاند ويتحداني أما سبحت ابن البحر والغبة وغصنا وجبنا ندر المرجاني ولا زبنت ابن افجاج البيدة وسجيت فكر تايهن حيراني الين تسرج بالمهارة طيبها اصيل تم فعلا وبنت حصاني بروك لها بركة جمل وانتقلت انهض بحمل شعيل يا سمحاني نبيت فينا يا سمو والقالة وجيت المقام يخصك ويعناني مشارك ومبارك ومهني بصدق شعور وخالص الوجداني لك يا معالي المرجلة والشيمة قدرني شرع للغلبيباني في مركز دحيم الهوى في بلقرن الا بهاللي لبسها يزهاني عند العايض بن سعد بن هادي اسم يرجح كفه الميزاني لكم علينا واجب التسليم والتهنئه وحضورنا للشاني سلام يا حفل ومقام سامي يزهى بقدر اهله بالضيفاني ولضيوفكم الاجناب حق وواجب على العيسى قاصين والداني من شيخنا محمد علي بن مسعد شيباننا لين اصغر الشباني صفى العيسى عندكم يا الهادي كل يقول انا من الدشاني متحزمين كلنا بالقاله ومتعصبين بشيم تجداني يا مرحبا يا ضيوف مرعي عايض باسم الجبر والشيخ والاعياني اعداد ما تبرق بروق العارض واعداد ما اعداد مسقى الارض من الوداني على الكرامه والرحب والطيبه والعود في ساقه خطر رسلاني يا فارس الليله تدوم افراحك على مداد العمر والازماني ويا كرنفال ومهرجان الليله حيضت شعري وامتطيت اشجاني ما انت بحدث عادي وشي عابر متميز عن كل ليل ثاني السيول الاربعه في وادي نعان البوادي كل سيل في دقوله شوش العربان سيله باسها باس شديد وسلمى خير وبراد
وادي لابتي والصهب ما يصعب عليها مستحيلة. يا لا لا يا لا 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 يا 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 لا لا لا. طلبت الله قبل ما نبدا ولا غيره مبادي يجعل ايام الفرح في كل يوم وكل ليلة. والصلاة على الرسول اللي بعث للخلق هادي بالصلاة وبالصيام وحث باخلاق النبيلة. بعدها الترحيب غالي عطارة مسك شيخ
تدري الترحيب والموقف كبير وغير عادي الضيوف كبار اسامي السعادة والفضيلة المناصب ما تعرف الا المناصب يا لهادي انتم اسم الله معن عند الحكومة والقبيلة سطر اسمه